شريط المسيرة لمخرج الفرنسي من أصول مغربية نبيل بنيدر يفوز بجائزة أرجان أو الجائزة الكبرى لمهرجان السينما والهجرة بأكادير. هي قصة واقعية لشاب قرأ عن غاندي وقرر القيام بمسيرة سلمية ضد التمييز ومن أجل المساواة، وهي المسيرة التي انطلقت من مارسيليا إلى باريس. جائزة أحسن إخراج عادت للمغربي حسن كزولي عن شريطه العجل الذهبي، بينما حاز فيلم زنقة الجنون المخرج المغربي جواد غليب على جائزة أحسن سيناريو. وفي صنف الأفلام القصيرة توج الشريط الفرنسي المصير بالجائزة الكبرى، فيما خصت لجنة التحكيم فيلم التنفس المخرج وكاتب السيناريو الإيطالي كلوديو بليز بتنويه خاص. حفل اختتام الدورة 11 من مهرجان السينما والهجرة الذي تنظمه جمعية المبادرة الثقافية تميز بتقديم لوحات استعراضية قدمتها فرق محلية.